مساء الخير يا جماعة، معكم المعلق الرياضي مدحت زغلول. أهلا وسهلا بحضراتكم. لونج تايم دونت سي، وأهي عملية الإحماء بدأت مع دخول الفرقتين. الله الله، إيه الحركة دي؟ دي بتنطنط. الله الله، أيوه داخل عليها. أسألك. داخل عليها من ناحية الشمال. بدك مساعدة؟ بيسألها عايزة إيه؟ بدك حميكة؟ اوه ده كلمة كبيرة وهي مش واخدة بالها. اطلع وانزل. الله الله، شو معلم؟ شو معلم؟ شو فيه هون؟ اوه دخل عليه، دخل عليه. شو عم بتلطشهم؟ شو عم تحكيهم؟ شو خصك انت؟ انت شو خصك؟ اهو بيشاور له وبيهددوا بعض. بلا قال لي بده يهدي لي اجري كان كمان؟ بدك افصخك كمان؟ ليك اها هي دي عم تحكي مع مرتي هيك ليه؟ هيدي مرتك؟ ايه وهيدي صاحبتها. شكله حيعملوا سندويتش بقى. بس حلوين، ما فينا ما نلطشهم. ليك حبيبي يلا زحت نوفل. اهو شو خصك؟ شو الارض لبيك؟ اهو بيطردوا. حد يدخل يا جماعه قبل ما تتم المشكله. يا خي انت شو بك تعمل مشكل يعني؟ هي نسوان حلوين وعم بدي لطشهم. روح روح العاب غير هون. يلا زحت. روح العاب؟ ايه يلا. روح قولها لغيري هاي. ليك بدك كلها قتله. التهديد والوعيد بدا يطلع. انت بدك تطعميني قتله؟ ايه انا بطعميك قتله. شو يعني؟ يلا يلا مشي. يلا يلا مش جاي مش جايب البر. الله داخل. الله عليك تسلم ايديك. شفتوه مد ايده علي؟ مديت ايدك علي ليه؟ آه؟ مد ايدك انت كمان. من اوله رجال. لا 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 ايه دي مشكله كبيره. شكله هيجيبوا البحر. ايدك وليه مد بطفي السيجاره بين عيونك. هو الجول، هو الجول. ماشي ماشي بينطق عليها. هو الجول اقلبوا. الله فيك الله فيك. رح تقلبنا. عملوها. رح ترتكب جريمة. عملوها وخدوها وفي البحر كبوها. يا جماعة يا جماعة بشويش. الله الله يا جماعة أنا عايز ألحق الستات اللي راحوا. هنقول المباراة حية. النتيجة اللي بتحصل هنا قلبتوا ما قلبتوش بتخبروني بقى بعدها لكم. أوكي ماشي يلا إلى اللقاء. أوكي. نراكم في مباريات أخرى. كان معاكم مدحت زغلول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقلبوا لتحت. الله أستاذ عادل. أهلا أستاذ عادل. أهلا أستاذ عادل كرم. حبيبي. الله أهلا. معك أهلا. أهلا. يطول عمرك. الله يخليك. منحبك كثير نحن. شكرا. ومنتابعك. يا الله يا الله. شكرا شكرا يا الله. وحياة الله أمي دعيت لي بليلة القدر. الله يخليك. يخلي لي هيك لك ما أهضمه. حبيبي حبيبي. ما مغير عن التلفزيون. لا أستاذ نعيم. أستاذ مين؟ نعيم. أنا معه أستاذ نعيم. إيه؟ أنت اللي عامل دور شوفير البوسطة؟ أي بوسطة؟ أهلا أهلا هو أستاذ عادل. الله يخليك. شو مع أستاذ عادل يعني شو مشاريعك هيك جديدة؟ شو معاضلة؟ لا أنه يعني هيك والله منحبك. والله هلا عندي ستاند اب كوميدي عم بعمله. عم تحكي جاد؟ على المسرح. حطوا دعايته امبارح. الله يوفقك انت بتستاهل كل الخير. بس ما فينا بتعرف والله ما فينا نروح نحضرك لانه اكيد هذا اللي بيكون غالي وكذا وهيك. البطاقة شوي شايف يعني ما توخذني انا ومرتي. شو اسم ولادي؟ فهد. داعيك فهد. يا الله يا الله شو عينك. ثلاث بطاقات لك يا فهد. الله اكبر ما احلاك. الله يخليك يا رب. سجل لك يطول عمرك فهد. عمرك. غير هيك شو عم تعملوا استاذ عادل؟ على التلفزيون نشاط. برنامج نهار الثلاثاء ونهار الخميس. ايه على الام على الام تي في. على الام تي في. على الام تي في. ليش ما نحن مش ليش منشيل الام تي في من عندنا نحن؟ بس هلا ما عم فينا نحضره. ليه؟ والله قال لي 8 اشهر ما حضرناه لا انا ولا مرتي ولا اولادي. ليه؟ لانه ما عندنا تلفزيون. لو بتجيب لنا شي تلفزيون لنحضره. عم بقلبك فهد. عم بقلبي. ليه شو طلبنا منك؟ بتجيب لك تلفزيون كمان؟ شو طلبنا منك؟ ما بعدنا عم نقول انك ادمي ومنيح. لا مش هون نفسي ما نحن بنحبكم كمان. معلش خذوا عطوا مع الناس. هلا وقفت على التلفزيون؟ جيب لك غسالة بعد كمان فهد؟ غسالة؟ عشو شايف حالك؟ مش مرقني من هالزروبة دنيا؟ يا حياتي هيدي الطريق أقصر. مش أحسن ما ننزل من تاني ميلي ويسف فينا الهوا صف؟ برمي كبيرة هون عم بيسف فينا. يا الله لك مين في على الشارع؟ يا حي ورد هذا مشتي. ايه يا الله. خلص خلص اسمعي. لك شو اسمعي؟ بنقول له بونجور ونكفي بنعمل حالنا عم نحكي. يلا هيدا رح يقطع معه بونجور؟ لك بيقطع هلا بشوفه. بونجور مشتي. تا 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 انت وياه تا. كيفك مشتي؟ حفه حفه. شو قصص شعراتك؟ طالع جيت. شو كبران ولا جلبوت؟ الحمد لله ماشي الحال. باري على قدك انت قد السرماية. ليك صرت الحمد لله. قديش صاير قد قديش؟ اي ايدي طيب. ليك مشتي. كيف اختك؟ اختي منيحة. وين اختك؟ سافرت سافرت. وين لوين راحت؟ لحالها؟
افريقي اخذت اخذت لا واحد لبناني منيح اللي نفقت لانه انتم كلكم بشعين بالعائله صرت رجال مبين الحمد لله هيدي مين تعال هون تعال هون شو بدك فيي اتركني قصدي هيدي خطيبتي هيدي خطيبتك خطبت هيدي خطيبتك يلا يلا شو ما خبرتيه انت عن ليلى الحمراء انا وياك اي ليلى حمراء يا عم فكري اي ليلى حمراء احكي لك شي كلمه انت كمان تربيتي ما بيقصد ونعمل تربيه مشتي لا 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 بعيني لا مشتي لا مشتي مشتي انطوني مان حبيبي فودكا تونيك بدك جين تونيك جديده وطيبه مثلها قصدي جين تونيك وفيك تضل على الفودكا لانه هي زي ليك خليني على الفودكا يلا خلص شارلي هاي مان هاي مان هلو كيفك هلو هلو كيفك نعيم شارلي حبيبي كيفك ما ماشي الحال تمام تمام حبيبي الحمد لله شو صار لك زمان ليك هلا كنت بدي اطلب على الفودكا صار لي شي ساعه إيه. بدي اخذ فرنش فرايز مان تاخذ معي لشو بدك فرنش فرايز يا زلمه زيت وما زيت بلاها خذ غير شي والله انا قدرت مزبوط الزيت لشو بسم كثير وهذا إيه. اه مان ستوب ات شو هذا سيجار شو نوعه كهيبة بيقرف بيقرف مان كهيبة بيقرف لك ايه بيقرف لك احسن نوع بالبلد هذا الكهيبة ولو كل العالم بدخنه كهيبة عفاك كتير منيح الكهيبة نوعه منيح مان انا ما بطيق الكهيبة انا مثلها ما بحبه يا عمي كل العالم ما بدخنه الا كهيبة ولو مان مزبوط العالم عن جد في يعني نسبة كبيرة بتدخن كهيبة صح طب خلص قوم بدك تروح على الداون تاون؟ مان نتغدى سوا لا لا انت تغدى لوحدك نحن رايحين على الداون تاون بدك شيء؟ على الداون تاون؟ ايه Don't do it. ليه؟ لأنه بثلاث ساعات ما بتوصل مان هلا؟ عجقة هلا ما في عجقة بهالوقت قصدي ما في عجقة يلا امشوا إذا بدكم بلا في عجقة هلا 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 دهرت العالم كلها من شغلة بتقتل العجقة عساسين تفضلت نعيم أنا معك في عجقة كتير هلا بتقتل العجقة فوق عساسين هلا قبل بنص ساعة من وقت العجقة هلا ما في عجقة لازم نمشي هلا فوالا هذا هو شو؟ مان ما تخ أنا ما بحب غير رأيي بين تكي وتكي اللي بقى أنت شو بدك تروح أو لا؟ أنا بضل لا تعال معنا خلص خليني روح معكم خليك هون خلص أعمل رأيي خليك خليك خلص اترك هون تعال تروح إيه بروح خلص خليك لا خلص رح ضل